السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج خليج العرب. أكثر من نصف قرن مضى على نشأة الحركة الطلابية في الكويت، تجربة خليجية عربية رائدة ظهرت بوادرها في أعقاب البعثات التعليمية اللي أرسلتها الكويت إلى كل من البحرين ومصر وبريطانيا في خمسينيات القرن الماضي. صارت اتصالات بين رابطة طلبة الكويتيين في القاهرة ومثيلاتها في المملكة المتحدة، وشكلوا لجنة تحضيرية عام 1963. هذه اللجنة مهدت لإعداد دستور للاتحاد والدعوة لمؤتمر تأسيسي عقد في 24 ديسمبر عام 1964. اتحاد الطلبة والقوائم الطلابية خاضوا منذ ذلك التاريخ العديد من التجارب، أثروا فيها وتأثروا بها وتفاعلوا بمختلف الطرق والوسائل مع الأحداث الداخلية في الكويت والأحداث العربية بشكل عام، حتى صار العمل الطلابي جزءا من معادلة المشهد السياسي في الكويت. تطور العمل النقابي الطلابي عبر الزمن حتى أصبح يشكل اليوم خطوة نحو الحياة السياسية. فالساحة السياسية في الكويت فيها العديد من المسؤولين الكويتيين، من نواب ورؤساء مجلس أمة، كانوا في يوم ما جزءا فاعلا في الحركة الطلابية الكويتية. ما هي مسيرة العمل النقابي الطلابي الكويتي؟ وكيف يمكن تقييم هذه التجربة الخليجية بعد مرور 54 سنة على نشأتها؟ كيف تدار اليوم؟ ما هي نقاط قوتها ونقاط ضعفها؟ هل القوائم الطلابية مرتبطة بالتيارات السياسية؟ وهل فعلا أضحت القوائم الطلابية مستودعا يمد الحركات السياسية بالكوادر والعاملين؟ نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم. العمل النقابي الطلابي في دولة الكويت يختزل التجربة الديمقراطية التي تتفرد بها إقليمياً. انتخابات دورية لقيادة الاتحاد كل عام يمارس خلالها طلاب الجامعة حقهم في اختيار القائمة التي تمثل طموحاتهم. هذه الانتخابات ومنذ 39 عاماً تفوز بها القائمة الائتلافية بقيادة تيار الإخوان المسلمين ضمن منافسات مع قوائم أخرى تمثل تيارات علمانية وقبلية كقائمة الوسط والقائمة المستقلة. منذ تأسيسه وعلى مدى نصف قرن لم يتوقف نشاط الاتحاد الوطني لطلبة الكويت حتى في السنوات العجاف التي توقف فيها العمل البرلماني. استمر الاتحاد في نشاطه السياسي والاجتماعي محليا وعربيا وعالميا. تفاعل الاتحاد مع كل الأحداث المحلية والعربية والعالمية، وكان صوته مسموعا ومؤثرا في الحياة السياسية الكويتية. في ستينيات القرن الماضي تأثر الاتحاد بالتيار القومي الذي كان له شعبية في العالم العربي، وفي السبعينيات وبعد التحولات الكبرى في المنطقة انقسمت حركة القوميين العرب في الكويت على نفسها. هنا دخل تيار الإخوان المسلمين بقوة إلى المشهد بعد تحالفه مع قوائم أخرى ليشكل القائمة الائتلافية والتي ما زالت تقود الاتحاد منذ أواخر السبعينيات، وأجرت تعديلات في النظام الداخلي كان أبرزها منع الاختلاط في الجامعة داخل الفصول الدراسية، والذي ما زال يثير جدلا في البلاد. يعتبر اتحاد الطلبة الكويتي من أهم التجارب النقابية في الكويت، ولعب دورا كبيرا في تصدير شخصيات قيادية في البلاد خاضت المعترك السياسي في الاتحاد قبل احترافه في الحياة العملية. فهل تستمر هذه التجربة النقابية الديمقراطية؟ أم أنها ستشهد صراعات تؤثر على مستقبل الاتحاد في ظل محاولة تيارات كثيرة السيطرة عليه؟ تجربة العمل النقابي في الكويت عنوان حلقتنا لهذا اليوم، وأسعد باستضافة كل من راشد الإبراهيم رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت. أهلا وسهلا بك راشد. يا هلا دكتور. ومشعل منصور أمين سر القائمة المستقلة. يا هلا، حياك الله. أبدأ معك راشد، يا ريت تكلمني عن تجربتك كونك الآن رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وبدايتك في الالتحاق بالعمل الطلابي في جامعة الكويت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نشكرك دكتور علي على هذا الاستضافة. تجربتي باختصار بدأت في كليتي كلية الحقوق. أنا دخلت في كلية الحقوق جامعة الكويت وبدأت العمل الانتخابي مع أحد القوائم اللي تنافس على مقاعد انتخابات جمعية الحقوق، وهي أحد النقابات المختصة في إدارة الشؤون الانتخابية في كلية الحقوق بجامعة الكويت. ليش اخترت القائمة؟ على أي أساس كان اختيارك؟ هل هي ميول فكرية؟ هل هي بالضبط هي نوعا ما أكثر من سبب. السبب الأغلب نقدر نقول السبب الرئيسي هي الميول الفكرية لهذه القائمة، بالإضافة إلى طبعا السبب الآخر واللي يأتي أكيد بعد السبب الفكري هو سبب العلاقات الشخصية اللي تربطني أنا بين القائمين على بالضبط بين القائمة التي تتنافس على مقاعد انتخابات جمعية كلية الحقوق. كلية الحقوق ممتاز. بعدين بعد ما ترشحت لانتخابات جمعية الحقوق في السنة اللي تليها ترشحت لانتخابات الاتحاد الوطني طلبة الكويت، طبعا هو بمظلة أكبر من كلية الحقوق، هو يشمل جميع كليات جامعة الكويت. تشرفت بأن أترشح ضمن صفوف القائمة الائتلافية تمام، فبالتالي ترشحت للرئاسة وحصلت ولله الحمد على ثقة الجموع الطلابي وأصبحت رئيس للاتحاد. طيب القائمة الائتلافية مش على القائمة المستقلة، هل أيضا كان السبب في الانتماء للقائمة والتأثر فيها سبب شخصي ولا سبب فكري؟ في البداية قبل دخولي للجامعة من الأساس كانت عندي ميول نقابية أو بالشأن السياسي، فبعد دخولي للجامعة توجهت النظر بالعمل النقابي في جامعة الكويت، نظرت لمجمل القوائم وتوجهاتهم، ذهبت للقائمة اللي تنتمي لأفكاري ومبادئي، فكانت القائمة المستقلة هي اللي تتبنى الأفكار اللي أنا أدعمها والتوجهات اللي أنا أشوفها. جيد. فعندنا احنا بالقائمة المستقلة كفكر قائمة تمثل طلبة جامعة الكويت، هي مختصة في طلبة جامعة الكويت بدون أي انتماءات سياسية خارجية، فهذه الفكرة من كونها تحت مسمى القائمة المستقلة. مستقلة بمعنى مستقلة عن أي توجه سياسي، مستقلة في ذاتها من الطلبة وإلى الطلبة بدون أي تدخلات من الخارج أو توجهات سياسية خارجية، فهي من أسوار الجامعة وتنتهي في أسوار الجامعة فقط. بمعنى لها ما لها فكر سياسي، ما لها فكر سياسي خارجي أبدا. ما لها فكر سياسي داخلي. داخلي يعني هي تمثل إن هي تكون القائمة خاصة فقط للعمل الطلابي. مجمل القوائم في جامعة الكويت سواء من القائمة الائتلافية أو بالقائمة الاتحاد الإسلامي أو قائمة الوسط الديمقراطي أو القائمة المدنية أو القائمة الإسلامية، كلهم ينتمون إلى أفكار خارجية خارج أسوار جامعة الكويت أو فيها توجهات طيب. سياسية خارجية. أنت الآن ذكرت مجموعة من القوائم، بس عشان نعرف المشاهدين بهذه القوائم، راشد القائمة عندنا القائمة الائتلافية تمثل توجه إسلامي صحيح. طيب حدثنا عن بقية القوائم باختصار، عرفنا بس عن القوائم الموجودة حاليا في الساحة ساحة الطلابية. طبعا أي ساحة انتخابية تختلف من عام إلى عام ومن ظروف إلى ظروف، فبالتالي ممكن القوائم التي تتنافس على الاتحاد الوطني أو على انتخابات الاتحاد هذا العام قد لا تتنافس على الانتخابات العام القادم بالضبط. لكن واقع اليوم يقول بأن هناك أربع قوائم تتنافس على مقاعد الاتحاد، في بدايتها القائمة الائتلافية وقائمة الاتحاد الإسلامي، وهي من تحصل على ثقة الجموع الطلابية لأكثر من 39 سنة تمام، وراها القائمة المستقلة في المركز الثاني، ومن ثم القائمة الإسلامية وقائمة الوسط الديمقراطي. طبعا تختلف الأفكار زين، تختلف التوجهات، تختلف المشاريع والبرامج الانتخابية، تختلف الأهداف، لكن أتكلم كالقائمة اللي أنا يعني خرجت منها هي القائمة الائتلافية والاتحاد الإسلامي، هي قائمة ذات توجه إسلامي تضع الأهداف الإسلامية والشرعية طبعا بأولوية لها، وتبني مواقفها بناء على الآراء الإسلامية والشرعية. وطبعا أيضا القائمة الائتلافية هي بنفس الوقت ذات توجه إسلامي، ولكن بنفس الوقت ليس لها أي علاقة تنظيمية أو تبعية مع أي تيار إسلامي خارج أسوار الجامعة. طيب يعني هل ترى بأن العمل العمل الطلابي يجب أن يكون معزول تماما عن العمل السياسي خارج أسوار الجامعة؟ بالنهاية إحنا عشان نجاوب على هذا السؤال دكتور يمكن لازم نحدد شنو هو العمل السياسي. يقال دائما بأن العمل السياسي هو عبارة عن تنظيم وفكرة وجماهير تنظم هذه الفكرة وتنشرها بين أوساط المجتمع. يمكن إذا لما نتكلم على وجه الخصوص وهذا موضوع حلقتكم عن دولة الكويت، أكثر من 60% من المجتمع الكويتي يتكون من فئة الشباب،
ومعظم فئة الشباب هم طلبة وطالبات. فبالتالي ما نقدر نقول بأن معظم الشعب الكويتي لا يتأثر بالسياسة أو لا يؤثر بالسياسة. طيب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، طالما أن الفئة الأكبر من المجتمع هي فئة طلابية، فبالتالي أفضل جماهير تنشر أي فكر سياسي هي جماهير الطلبة والطالبات في الجامعة. طيب مشعل، بشكل عام اليوم شلون تقيم العمل النقابي الطلابي في جامعة الكويت؟ بالطبع التجربة ناجحة 100%، لأن العمل النقابي والعمل الطلابي هو النواة والأساس للعمل السياسي خارج أسوار جامعة الكويت. اليوم احنا عندنا تقريبا فوق الستة من نواب مجلس الأمة كانوا ممثلين لإحدى القوائم في جامعة الكويت. عندنا رئيس مجلس الأمة كان ممثل لإحدى قوائم جامعة الكويت. عندنا وزراء، عندنا مستشارين لمجلس مستشارين لسمو الأمير. فأنا اليوم لما يكون عندي الكم الهائل من الأشخاص اللي يمثلون الدولة أو يمثلون سياسة الدولة أو لهم شأن بالدولة كبير، هذا دليل أن العمل الطلابي والعمل النقابي صقل موهبتهم ونمى فيهم روح الإنجاز وروح التطوير للمجتمع بشكل عام. تقييمك للعمل الطلابي، يعني اليوم في حديث كثير عن كثير من الأمراض اللي بدأت تغزو العمل النقابي، يعني هو ليس في أحسن حالاته، مو بالصورة الوردية اللي يعني ممكن نتكلم عنها. احنا في البداية تكلمنا عنها، فعلا هو علامة مميزة في الكويت، هو يعتبر تجربة فريدة. لكن لو دخلنا اكثر شوي، ندخل في التفاصيل، راح يعني نسمع عن بعض الهفوات وبعض الاخطاء وبعض الامراض اللي بدا يتاثر فيها العمل الطلابي، مثل على سبيل المثال القبلية، المشاجرات الطلابية الى اخره من هذه الامراض. طبعا لما نتكلم عن عمل طلابي نتكلم عن انتخابات دكتور. اليوم احنا لما نقيم اي فكرة او اي تجربة نجد بان يجب ان نقارن الايجابيات مع السلبيات. نرى من المجحف بان نقارن هذه السلبيات بكم كبير من ايجابيات العمل النقابي او الانتخابي لدى الفئة الطلابية في دولة الكويت. كل هذه السلبيات ما تشفع لنا بان والله نوقف هذه الانتخابات او نوقف العمل الطلابي. الحركة الطلابية الكويتية مو انا ولا اي احد يقيمها. يمكن إذا نريد أن نقيم الحركة الطلابية الكويتية، الحركة الطلابية الكويتية تقيم من خلال تاريخها، من خلال مخرجاتها، سواء قرارات أو أشخاص. يمكن أؤكد ما تفضل فيه أخوي مشعل بأن هناك الكثير من الأشخاص نراهم في سدة القيادة بالدولة كانوا مخرجات أساسا من المدارس الطلابية والنقابية في الجامعة. أيضا هناك الكثير من القرارات اللي تخص الشأن السياسي، الاقتصادي، الرياضي، الاجتماعي، العبوا فيها الطلبة دور كبير ومحوري في تحديد وجهة ومسار هذا القرار. جيد. فبالتالي مو أنا اللي يقيم التاريخ، هو من يقيم الحركة الطلابية الكويتية. ممتاز. مشعل، اليوم الانتخابات قاعد تجرى على أساس قوائم. صحيح. والقائمة يكون فيها مجموعة من الأسماء، تقريبا كل قائمة فيها أظن 13 اسم. 15 اسم للجمعيات، وبداية من هالسنة هذه 19. وهذه القائمة في الغالب تمثل توجه معين، مجموع القوائم يتنافسون على المقاعد. صحيح. المقاعد الاتحاد. طيب إذا تسمح لي بس بالسؤال، تفضل. أين دور أو مقاعد الأفراد؟ ألا يمكن أن يكون هناك نظام فردي؟ يعني في السبعينات حسب علمي أنه كان في مقاعد فردية أو كان في تصويت فردي. اليوم ما في إلا قوائم. في المقابل نجد في الساحة السياسية صوت الواحد على أساس فردي وليس على أساس قوائم. شنو تقييمك حق نظام القوائم؟ أنا من وجهة نظري أن القائمة لما تنزل متمثلة ب 15 شخص أو على مستوى الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت 19 شخص، يكونون يجمعون نفس الفكر. أنا لما أصوت للفكر، لما يوصلون 15 شخص راح يدعمون الأفكار اللي أنا أطلبها والإنجاز اللي هو يبي يوصل له طريقة أسهل. أنا لما 15 واحد كلهم مختلفين بالأفكار، كل واحد له توجه ثاني، بالنهاية ما راح يقدر ينجز شيء. ممكن خمسة يطلبون شيء، خمسة ثانين يطلبون شيء، اثنين يشدون. فبالنسبة لي أنا شخصيا نظام القوائم أفضل ومساحته أكبر للإنجاز. أنا كقائمة لما أنزل الانتخابات بأي مجال يكون عندي أهداف أبي أوصل لها. أما لما يكون أشخاص متفرغين راح نحتاج وقت لأن ننسجم مع بعض، لأن تكون أهدافنا مشتركة، بالنهاية ممكن تخلص دورتنا وإحنا للحين ما أنجزنا. راشد، بس حاب أضيف شغلة على نفس القضية. أنا بسألك، إن طرح مجلس الأمة من بعض النواب الدعوة إلى نقل تجربة الصوت الواحد من انتخابات مجلس الأمة إلى اتحاد الطلبة، هل تؤيد مثل هذه المطالب؟
ناقل أي فكرة لازم نشوف هل أساساً انتخابات الصوت الواحد كانت ناجحة في التجربة البرلمانية الكويتية عشان نعممها على باقي الانتخابات في دولة الكويت؟ هذا سؤال مهم لازم أي شخص يفكر في هذا المنحنى يفكر فيه. الشيء الثاني يمكن اليوم مثل ما تفضلت في بداية كلمتي بأن في انتخاباتين بالجامعة، انتخابات كليات منفصلة، يعني على سبيل المثال كلية التجارة لها انتخابات، وكلية الحقوق لها انتخابات، وكلية التربية لها انتخابات، وهناك انتخابات عامة تشمل اتحاد الطلبة، يشمل كافة هذه الكليات. في انتخابات الكليات أو الجمعيات من الممكن أن الشخص ينزل بشكل فردي تمام في الكليات، لكن في الإطار العام اتحاد لكن الطلبة في إطار اتحاد الطلبة ما من غير ممكن. يمكن أنا أوافق أخوي مشعل الرأي بأن المنطق يقول ما أقدر أنزل أشخاص أنهم بانتخابات الاتحاد. ليش؟ لأن بالنهاية أول شيء في تشكيل مناصب تمام، فأول عشان يصير في اتفاق على تشكيل هذه المناصب في هذا الاتحاد أو في هذا الكيان الطلابي لازم يكونوا كلهم طلعوا من نفس المنبع ومن نفس التوجه ومن نفس القائمة، حتى ما يكون هناك في أي يعني مشاكل داخلية بينهم. شيء ثاني، كل القرارات التي تصدر وكل التحركات التي تتخذ من قبل هذه الكيانات تصدر بشكل جماعي، فبالتالي من غير المنطق أني أنا أجيب كيان أحط فيه 5 أو 6 أو 10 أشخاص من توجهات مختلفة وآراء مختلفة ومنابع مختلفة وأقول لهم تحركوا بشكل جماعي أو أصدروا قرار توافقي جماعي. وهذا فرق كبير وشاسع ومعيار مهم في التفريق بين الانتخابات البرلمانية والانتخابات الطلابية. نشاهد هذا التقرير لأبرز محطات العمل النقابي في الكويت ثم نعود إليه. مشعل المنصور منسق القائمة المستقلة، ألا تعتبر أن العنف الطلابي أصبح ظاهرة تستحق أن نلفت النظر إليها ومعالجتها؟ لما نقول ظاهرة المفردة كبيرة على اللي قاعد يصير على مستوى الجامعة، اللي قاعد يصير حالات فردية؟ حالات تعتبر حالات فردية بالنهاية. يعني إحنا على مستوى جامعة الكويت ولله الحمد عمره ما كان العنف بشكل كبير أو يسمى ظاهرة كبيرة، هي حالات فردية ممكن حتى ما تكون موجودة بكل سنة. السنة اللي طافت انتهت الانتخابات بدون أي حتى مشكلة بسيطة، ما كان فيه المشاحنات، هذه أمر أشياء جانبية، يعني أشياء جانبية صعب أنها تسمى ظاهرة كبيرة. طيب راشد تأيد هالرأي هذا أن فعلا هي حالات جانبية فردية وليست ظاهرة عامة في الانتخابات الطلابية؟ أكيد، يعني هذه أمور جانبية واستثنائية أساسا، إذا أنت تخالف الأصل وتخالف الغالب الوقائع اللي قاعد تحصل في الانتخابات. وترى مسألة العنف وهذه الأمور تصير في معظم الانتخابات، هناك برلمانات عريقة تاريخية يعني تمتد لعشرات السنين نشوف والله فيها مشاجرات وفيها مشاحنات أكثر من الأشياء اللي قاعد تصير الحين داخل الحرم الجامعي في دولة الكويت، فهذه أشياء انتخابية طبيعية ومن الخطأ أن نعمم هذه الأمور لاستثناء. جيد، برجع معك على نفس النقطة اللي وهي بصراحة يعني صار فيها الحديث، صار فيها الكثير من النقد الذي يوجه للحركة الطلابية الكويتية في السنوات الأخيرة، وهي طغيان الجانب القبلي والطائفي على الانتخابات. هذه ظاهرة يعني ما أظن أنها مخفية وتستحق الوقفة، هل تتفق مع هذا الرأي؟ أول شيء أنا أعتقد بأن من ينتقد الحركة الطلابية
يعني هي هما أصوات يعني نقدر نقول كلمة حق أريد بها باطل حقيقة. يعني هم يريدون أن يوقفون هذا التاريخ الممتد للحركة الطلابية. إنزين يعني ما يثار هو ما يثار من أجل العلاج الظاهرة أكثر من ما هو للحد من العمل الطلابي. نقدر نقول تكسبات واستغلالات إن نقول والله هذا عذر لوقف العمل الطلابي أو وقف الانتخابات الطلابية دائما. لكن على أرض الواقع ما فيها المشكلة هذه غير موجودة؟ ما نقدر نقول غير موجودة، هي موجودة بالطبع، لكن هي لازم نشوف شنو سبب هذه المشكلة وشنو أصول هذه المشكلة وشنو جذور هذه المشكلة. نشوف أن المنتقدين زين سواء من مؤسسات نفع عام، مؤسسات اجتماعية، أو حتى سواء من أكاديميين، سواء من أكاديميين ومن ساحة، يشوفهم هم أول من يساهمون بأنهم يجذرون هذه المشكلة في كافة الانتخابات الأخرى، انتخابات جمعيات النفع العام، انتخابات البرلمانية. فبالتالي هذه الانتخابات الطلابية هي انعكاس لواقع مجتمع كامل. يمكن أنا اليوم ما أدافع عن القبلية ولا أدافع عن العنصرية والطائفية، وبالعكس أنا والاتحاد الوطني طلبة جامعة الكويت يمقت هذه الأمور وأكيد يرفضها ويستنكرها. لكن بنفس الوقت إحنا اليوم لازم نقف بشكل حازم أمام كل صوت ينادي بأن يضر بسمعة هذه الحركة الطلابية فقط لعذر والله هناك قبلية وهناك طائفية. جيد. زين. مشعل، الحديث الآن عن الطائفية والقبلية، هل ترى بأن المقصد منه هو تقييد الحركة الطلابية أو يعني القضاء عليها، ولا فعلا هناك مشكلة حقيقية؟ بالطبع أنا أتفق مع كلام أخوي راشد، الفكرة يعني ما هي موجودة بشكل منتشر أو شيء ممكن نرد على كلمة ظاهرة أنه شيء كبير. ممكن هذه ممارسات أفراد أو ممارسات شخصية. إحنا اليوم كقائمة مستقلة أو كطلبة جامعة الكويت بشكل عام إحنا ننبذ الطائفية وننبذ العنصرية، لأن بالنهاية هذا فيها دمار للمجتمع وهلاك للقوة الطلابية بشكل عام. اليوم أنا كقائمة يعني بنزل القائمة أو بنتمي القائمة أنتمي لمبادئها لتوجهاتها لآرائها في مختلف المجالات، مو أتبع مثلا لجنة أو قبيلة أو طائفة. إحنا إذا بتكلم عن نفسي في القائمة المستقلة ولله الحمد إن نجمع جميع أطياف المجتمع بلا استثناء. يعني ممكن لو تشوف مرشحين القائمة المستقلة على مدى السنوات من تأسيس القائمة المستقلة لليوم هذا راح تشوف أنه تجمع جميع أطياف المجتمع بلا استثناء. جيد. وطبعا أضيف على أخوي مشعل تسمح الدكتور بأن بالنهاية ترى القبائل هم مكون أساسي ورئيسي في المجتمع. إحنا ما نتكلم عن القبائل. أي. يعني هو القبائل طبعا موجودة في المجتمع، نتكلم عن طغيان المعايير القبلية والمعايير الطائفية، وليس وجود قبائل وجود طوائف، هذه جزء من المجتمع. طيب هل صحيح أن أصبحت الحركة الطلابية هي أفضل جسر لممارسة العمل السياسي وبناء مجد سياسي للعاملين في الحركة الطلابية؟ دكتور، في عام 1969 في جامعة سوربون في فرنسا تم إغلاق واحتلال جميع المباني الجامعية، وأيضا في أحد الجامعات البريطانية تم إغلاق الجامعة، اتحاد الطلبة هناك أغلقوا الجامعة في وجه وزير التعليم اللي كان ينتمي إلى حزب مضاد لحزب هذا الاتحاد. فبالتالي إحنا اليوم قاعد نشوف بأن كل الاتحادات، اتحادات الطلبة العالمية خارج الكويت لها تأثير كبير في العمل السياسي. لما نيجي إلى داخل الكويت شوف، لا والله هناك قرارات داخل دولة الكويت، يوم في يوم من الأيام اتحاد الطلبة هو من حمل لواء تعديل قانون الدوائر الانتخابية اللي هو أساسا لا ينظم انتخابات الطلبة بل ينظم انتخابات أكبر من انتخابات الطلبة، وهي انتخابات البرلمان الكويتي أو انتخابات مجلس الأمة. فبالتالي اليوم نعم هذه المقولة جدا صحيحة ودقيقة بأن الانتخابات الطلابية جسر للعمل السياسي. طيب عندك طموح سياسي؟ أنا كراشد حاليا لا، ما عندي طموح سياسي. ما عندك طموح سياسي، معنى أنتم قاعد تشترون في العمل الطلابي كعمل طلابي صرف بعيد عن أي نظرة سياسية مستقبلية. بس هني أيضا يرجع إلى مدى نظرتنا للعمل السياسي. القضية التعليمية جزء من العمل السياسي، تمام، والجزء لا يتجزم عمل سياسي أني أحل المشاكل السياسية في الدولة. أهم المشاكل السياسية في الدولة هي المشكلة التعليمية، فبالتالي كون اتحاد طلبة أكيد راح أضطر أني أتعاطى مع الكثير من القضايا السياسية وأتفاعل معها، لأني بالنهاية جزء لا يتجزأ من هذا. أضيف على كلام أخوي راشد على هالنقطة، لكل مرحلة خصوصية ولكل مرحلة أمورها الخاصة. ممكن اليوم أنا ما أشوف في مجال أني
المجال السياسي اني اكمل فيه، ممكن بعد فتره معينه بتغيير نظام الانتخاب او في امور ثانيه ممكن يختلف رايي، فلكل فتره خصوصيات. جيد، اليوم شلون تقيم درجه تفاعل الطلبه مع الانشطه التي يقيمها اتحاد الطلبه؟ اول شيء تفاعل كبير حقيقه. في تفاعل كبير؟ اي اكيد في تفاعل، يعني في شعور من الطلبه ان هذا الاتحاد فعلا يمثلهم ويتفاعلون مع انشطته. طبعا هذا يرجع بناء على تنوع الانشطه. اليوم مثلا في طالب يهتم للانشطه الرياضيه لكن مثلا لا يهتم للندوات السياسيه والثقافيه، فبالتالي هني مفروض ان الاتحاد الوطني للطلبه الكويت وهذا ما يعني يقوم فيه الان باذن الله بان ينوع انشطته بحيث انه يواكب جميع التوجهات، جميع الاذواق، جميع الاراء، انشطه سياسيه، انشطه دينيه، انشطه رياضيه. اذا كان هناك فيها تنوع اكيد راح ينعكس عليه اقبال من قبل الطلبه وتفاعل مع هذه الانشطه. طيب مشعل، كونك انت في القائمه المستقله اللي تتبنى ان العمل يكون فقط داخل الجامعه، هل أفهم من كلامك أن الجانب الأكبر المسيطر على القائمة هو أنشطة وبرامج للطلبة فقط أو خدمات للطلبة؟ طبعا القائمة المستقلة في جامعة الكويت ما وصلت المقاعد الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني للطلبة جامعة الكويت، فهي من تأسيسها ليه اليوم دورها يقتصر على كونها قائمة غير ممثل شرعي للطلبة بالمقاعد الهيئة الإدارية. فلما يكون دوري أنا مو هيئة إدارية، دوري أكثر يكون خدماتي أكثر مما هو مطالبات أو إنجازات أحققها للطلبة. أنا دوري مختصر على أن أكون يعني خدماتي أو أنشطة تكون خارج أسوار الجامعة، لأن ما يسمح في من الإدارة الجامعية بممارسة الأنشطة داخل أسوار الجامعة. نعم، راشد إبراهيم رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، شكرا لك، وشكرا أيضا مشعل منصور أمين سر القائمة المستقلة. شكرا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب متابعتكم. نسعد باستقبال مقترحاتكم وتعليقاتكم وأسئلتكم على حسابات تلفزيون العربي في وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله ونلقاكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم.